رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون خلال لقائهم الرئيس السيسي تقديرهم لمواقف مصر قلب الأمة النابض التي تصون الأمن القومي العربي. الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات ويؤكد توجه الدولة الثابت بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا. وختام فعاليات التدريب البحري الدولي بنطاق الأسطول الجنوبي باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية الأمريكية. 6 مساء بالقاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. تحية لكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، ذلك بحضور رئيس البرلمان العربي عادل العسومي ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. صرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي أكد أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي إنما يجسد المسؤولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب. من جهته أكد رئيس مجلس النواب أن رعاية الرئيس السيسي لهذا المؤتمر تعد شرفا كبيرا، خاصة في ضوء الدور المهم الذي تقوم به البرلمانات العربية بصفتها تجسد إرادة الشعوب. من جهته ثمن العسومي جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي. وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا مع الرئيس السيسي، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لموقف مصر على المستوى العربي باعتبارها قلب الأمة النابض، واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومي، ذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي لصون مصالح الدول العربية، تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية. وخلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلب من رئيس مجلس الأمة الكويتي نقل التحيات إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة. كما شهد اللقاء التباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. من ناحية أخرى، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي كارلوس أوريول رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات. شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات، فضلا عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، كذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص، معربا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية ذلك مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر. وشهد اللقاء استعراض أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة، وذلك لعربات السكك الحديدية، حيث تعد الشركة إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة.
من جانبه أكد رئيس شركة تالجو اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في مصر، مشيدا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار. شدد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على عمق العلاقة بين مصر وكازاخستان، لافتا إلى استعداد كازاخستان لتوريد القمح إلى مصر، وخلال استقباله وفدا برلمانيا كازاخيا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي مولين أشيمبايف، أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن التطلع لكل ما يدعم توطيد أواصر العلاقات المصرية الكازاخية على مختلف المستويات، لافتا إلى أن كل خطوة من خطوات التقارب بين البلدين الصديقين تعبر وبصدق عن نظرة القيادة السياسية فيهما لتطوير هذه العلاقة والوصول بها لأفضل الدرجات. من جانبه أعرب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي عن تطلعه بأن تأتي هذه الزيارة بثمارها وأن تحقق تطويرا للعلاقة بين الدولتين الصديقتين، مشيرا إلى عودة السياحة الكازاخية إلى مصر بدءا من مارس المقبل، كما أعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مواجهة الإرهاب. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نظيره الأردني بشر الخصاونة، وصرح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، ذلك للمشاركة في اجتماع الدورة 30 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة. وأضاف أنه تم عقد اجتماع ثنائي ما بين مدبولي والخصاونة لبحث ملفات التعاون والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يترأس مدبولي والخصاونة غدا اجتماعات الدورة 30، وذلك للجنة العليا المشتركة التي سوف تختتم بالتوقيع على عدد من البرامج والبروتوكولات، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والحجر الزراعي والمناطق اللوجستية والشباب. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بالسودان، محملة بأطنان من الشحنات الطبية. هذا وقد أعرب مسؤولو الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من مصر، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بأطنان من الشحنات الطبية مقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية. من جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
اختتمت فعاليات التدريب البحري IMX CE22 الدولي الذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، ذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية. اختتمت فعاليات التدريب البحري الدولي IMX CE22 والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية. وتضمنت فعاليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وحماية خطوط المواصلة البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية، كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرنس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية. كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آلياً التي تعمل تحت سطح البحر، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية في مجال مكافحة الألغام البحرية. ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام، كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية. يأتي التدريب IMX CE22 في إطار تطوير قدرات القوات البحرية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الختامية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك بمستويين سيناء 6، والذي استمرت فعاليته على مدار عدة أيام في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. شملت المرحلة الختامية عرض القادة للتقارير والقرارات المتخذة على كافة المستويات والدراسة الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة. ظهر خلال المشروع مدى ما وصلت إليه هيئات القيادة من تطور فكري واستراتيجي عكس القدرة على تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانات المتاحة، بما يكفل تنفيذ كافة المهام المخططة والتعامل مع المواقف الطارئة، فضلا على التناغم بين مختلف الأسلحة والتخصصات باحترافية توضح مدى القدرة على التخطيط الاستراتيجي الذي يهدف لتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وكذا مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 518 عنصراً إجرامياً ومصرع 7 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 21 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 271 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 51 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1233 قطعة سلاح ناري، أبرزها 143 بندقية و101 بندقية آلية و64 مسدساً و925 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و110 خزينة، إضافة ل 1412 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 587,593 حكماً قضائياً، بإجمالي 37,741 محكوماً عليهم، من بينهم 2,427 حكم جناية و209,084 حكم حبس و293,590 حكم غرامة و82,492 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 11 تشكيلاً عصابياً ضموا 38 متهماً قاموا بارتكاب 22 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 51 حادث ما بين قتل عمد وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 61 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1675 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1840 متهماً وبحوزتهم أكثر من 314.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 352 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 43 كيلوغرام، إضافة إلى أكثر من 15.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 25,204 قرص مؤثر و 32,989 قرصة ترامادول مخدر و 11,000 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 28 مليون جنيه، كما تم ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضيتين غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 15 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. أكدت مصر أن البدء وبشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي. قال بيان لوزارة الخارجية إنه تعقيبا على الإعلان الإثيوبي اليوم 20 من فبراير الجاري عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد. تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 والموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي. أهدت مصر السلطة الفلسطينية 500 ألف جرعة من لقاح كورونا فاكسيرا ساينوفاك والمنتج محليا بمصر كإهداء مصري صيني مشترك. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التضامن والتكاتف بين مصر وأشقائها في التصدي لجائحة كورونا. تعد الشحنة المشتركة من مصر والصين أول دفعة تصدرها مصر من الإنتاج المحلي للقاح كورونا فاكسيرا ساينوفاك والمقدمة دعما للشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة. ال 500 ألف جرعة دول هينتقلوا الآن ويصلوا إلى إن شاء الله المعبر في خلال الساعات القليلة القادمة حتى يكونوا تحت استخدام وزارة الصحة في قطاع غزة في خلال
الساعات القليلة القادمة، وده نموذج يعني مستمر في التعاون من خلال دعوة سيادة الرئيس لإعمار غزة بعد العدوان، وليس الإعمار فقط إنشائيا وإعادة يعني إصلاح الهدم الذي تم من خلال العدوان، ولكن أيضا دعم للمواطن الفلسطيني تحت الحصار في قطاع غزة. ومن هنا كانت توجيهات سيادة الرئيس أن يكون دعم متمثل في إمداد قطاع غزة بكل ما يحتاجه من إمكانيات سواء أدوية أو سواء لقاحات. تشرفت اليوم كثيرا بحضور هذا الحدث الكبير والمهم حول بدء عمليات شحن تحرك الشاحنات المحملة بالإهداء الصين المصري المشترك لنصف مليون قرعة من لقاح المضاد لكوفيد-19 إلى قطاع غزة. حقيقة هذا البرنامج هو من أجل تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه معالي وزراء الخارجية الصين المصري، ونعتقد أن هذا الحدث وهذا البرنامج يعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدان الصديقان. كمنظمة نثمن الدور التعاضدي الذي يحصل، وكمدير العام لمنظمة الصحة العالمية والمدير الإقليمي نود أن نهنئ جمهورية مصر العربية والجمهورية الصينية بهذه الشراكة، وفي نفس الوقت نهنئ جمهورية مصر العربية كونها تختار بجانب تونس من 6 دول في أفريقيا أن يكونون مركز لإنتاج اللقاحات الـ mRNA بعلم وتكنولوجيا ونقل المعرفة. من جهتها نقلت ممثلة السفارة الفلسطينية بالقاهرة تحيات فلسطين حكومة وشعبا للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الشعب الفلسطيني ب 500,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا. إن هذا المنتج الصيني المصري المشترك لمكافحة جائحة كورونا كوفيد-19 إنما يعبر عن التطور الكبير في مجال العلم الذي وصلت إليه البلدين في عملية البناء والتنمية للتخلص من احتكار بعض أطراف المجتمع الدولي الذي ما زال يسعى حتى اليوم إلى احتكار ذلك لنفسه فقط والتحكم بمصير الشعوب. كما يشرفني أن أنقل تحيات شعبنا الفلسطيني العظيم ورئيس دولة فلسطين فخامة السيد الرئيس محمود عباس لأخيه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري العظيم على دعمهم الدائم للقضية الفلسطينية في مختلف المجالات ومراحل الصراع. أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي وقعت في ولاية ريو دي جانيرو، وأسفرت عن عشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين. كما تتقدم مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا وتؤكد على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب البرازيل في هذا المصاب الأليم. انطلقت أولى اجتماعات البرلمان العربي التحضيرية والتي تسبق أعمال الجلسة العامة المقرر انطلاقها يوم الأربعاء القادم والتي ستعقد بمقر جامعة الدول العربية. استهل البرلمان العربي أولى اجتماعاته التحضيرية التي تعقد بمقر الأمانة العامة للبرلمان بعقد لجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، والذي أكد خلال هذا الاجتماع دعم ومساندة البرلمان للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب. مشاهدينا، هذه النشرة لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. بوتين يتمسك خلال اتصاله مع ماكرون بضرورة أن يقدم الناتو والولايات المتحدة ردا واضحا على مطالب روسيا الأمنية. قال الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون قد اتفقا على ضرورة تكثيف الجهود للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون. وقد أشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي أكد لنظيره الفرنسي أن استفزازات قوات الأمن الأوكرانية هي سبب التصعيد في إقليم دونباس.
هذا وقد أكد بوتين لماكرون ضرورة أن يقدم حلف شمال الأطلنطي والولايات المتحدة ردا واضحا على مطالب روسيا الأمنية، مشيرا إلى أن مد الناتو كييف بالسلاح يشجعها على حل مشكلة دونباس بالقوة. أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فولودمير زيلانسكي، بحث خلاله تطورات الأحداث على الساحة الأوكرانية. أعلن قصر الإليزي أن الاتصال الهاتفي ما بين ماكرون والرئيس الأوكراني سبقه اتصال آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من جهته دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق البلاد، حيث تتزايد الاشتباكات بين انفصاليين مدعومين من روسيا والقوات الأوكرانية في الأيام الأخيرة. قال زيلانسكي إن أوكرانيا تؤيد إجراء محادثات سلام في إطار مجموعة الاتصال الثلاثية التي تضم كييف إلى جانب موسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك سيسمح بتجنب حرب في أوكرانيا. وجدد بلينكن التأكيد على أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنا إلى حين تحرك الدبابات الروسية فعليا وتحليق الطائرات بحسب وصفه. في ظل تصاعد التوتر بشأن حرب روسية أوكرانية، طلب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي مزيدا من الدعم وجدولا زمنيا لانضمام بلاده لحلف شمال الأطلنطي. زيلينسكي أدان في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن ما وصفها بسياسة مهادنة ينتهجها الأوروبيون حيال موسكو، وأشار إلى أن بلاده على مدى 8 سنوات كانت درعا لأوروبا. من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه حيال ما اعتبر أنها جهود مكثفة للتلاعب بالمعلومات هدفها دعم ذرائع ملفقة لتبرير تصعيد عسكري محتمل في أوكرانيا. فرنسا التي تصر على انتهاج الطرق الدبلوماسية عبر لقاءات واتصالات على مستوى رؤساء دول الأزمة، تسرب أيضا القلق الشديد إليها بشأن الحرب، ليؤكد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عملا عسكريا روسيا ضد أوكرانيا سينقل الحرب إلى قلب أوروبا. وعلى وقع الأزمة يشارك الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع لمجلس الأمن القومي مخصص للبحث في الأزمة الأوكرانية قبل أيام قليلة من محادثات بين وزير خارجيته بلينكن ونظيره الروسي لافروف الخميس المقبل. روسيا من جانبها لا تزال تصر أنه لا خطة لمهاجمة أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه وعبر وسائل إعلام روسية اتهمت أوكرانيا بالتخطيط لهجوم على جيب خاضع للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. أعلن القصر الملكي في بريطانيا إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا. أوضح القصر في بيان له أن الملكة تعاني من أعراض بسيطة وأنه من المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة في قصر وينسر هذا الأسبوع. إلى ذلك أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن أمله بالشفاء العاجل للملكة إليزابيث بعد إصابتها بفيروس كورونا. وفي تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر أكد جونسون أنه على يقين من أنه يتحدث نيابة عن الجميع في تمني الشفاء العاجل للملكة إليزابيث والعودة إلى كامل صحتها وحيويتها. في السياق، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة تنوي الكشف هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا. سيؤدي إلغاء الشرط القانوني بالعزل الذاتي لمرضى كورونا إلى جعل هذا المرض يتماشى مع الطريقة التي تعالج بها بريطانيا معظم الأمراض الأخرى. يبدو أن العالم بات مجبرا على التعايش مع جائحة كورونا بعد تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية والتعليمية والمالية بسبب الإغلاقات.
مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال إن الحكومة تنوي الكشف هذا الأسبوع عن خطط لإلغاء ضرورة العزل الذاتي للمصابين بفيروس كورونا، كما سيقدم جونسون قدراً أكبر من التفاصيل حول كيفية حماية بريطانيا من السلالات المقبلة من الفيروس، وسط تقارير تفيد بأن الحكومة تريد إنهاء الاختبارات المجانية وتقليص دراسات الصحة العامة. وطبقاً لهذا القرار ستصبح بريطانيا أول دولة أوروبية كبرى تسمح للأشخاص المصابين بالفيروس باستخدام المتاجر ووسائل النقل العام والذهاب إلى العمل بحرية، في خطوة يرى كثيرون أنها محفوفة بالمخاطر. وتفرض القوانين في إنجلترا حالياً على المواطنين عزل أنفسهم لمدة 5 أيام على الأقل إذا طلب منهم مسؤول الصحة العامة ذلك، وينصحون بالعزل إذا كانت لديهم أعراض كورونا أو إذا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالمرض. وحصل نحو 85% من سكان بريطانيا الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أكثر على ما لا يقل عن جرعتين من لقاح كورونا، وحصل ثلث السكان على 3 جرعات، بما في ذلك الغالبية العظمى من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر. قال المعهد العالي للصحة في إيطاليا إن غير المطعمين ضد كورونا يواجهون خطر الوفاة 19 مرة أكثر من الملقحين بجرعتين أو 3 جرعات من اللقاح. وأوضح المعهد في تقرير له أن أعراض المتحور أوميكرون أخف، خاصة مع الذين تم تطعيمهم، بينما يظل الخطر مرتفعا للغاية بالنسبة لغير المطعمين، مؤكدا أن معدل الوفيات من جراء كورونا بين الأشخاص غير الملقحين كان أعلى 19 مرة من الذين تلقوا الجرعة الثالثة، و7 مرات أعلى من الذين أكملوا الدورة الأولية بالحصول على جرعتين من اللقاح. أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي تسجيل 11 مليون و104 ألاف إصابة و247 ألف حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا، وذلك منذ بدء الجائحة. نعم، وأوضحت المراكز أن نسبة التحصين من اللقاحات المضادة لكورونا بلغت 12.13% فيما حصل 17.34% على جرعة واحدة و0.82% جرعة معززة في قارة إفريقيا. احتل المتظاهرون المناهضون للتطعيم الشوارع خارج البرلمان في ويلينغتون بنيوزيلندا. طلب المتظاهرون بإنهاء التطعيم الإجباري ضد كورونا. هذا وقد شاركت في التظاهرات قوافل من الشاحنات والسيارات، ذلك في محاكاة لاحتجاجات الشاحنات في كندا. وضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية 4 مقاطعات بشمال فرنسا في حالة الطوارئ بسبب عودة الرياح القوية المتوقعة. هذا وقد حذرت الهيئة من هبوب رياح تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة بسبب العاصفة يونس التي اجتاحت أمس شمال غرب أوروبا. يذكر أن العاصفة يونس لم تتسبب في وقوع حالة وفاة في فرنسا، لكنها أودت بحياة 16 شخصا على الأقل في هولندا وبولندا وإنجلترا، بالإضافة إلى ألمانيا وبلجيكا وأيرلندا. وقد تسببت العاصفة يونس في أضرار مادية جسيمة وانقطاع في التيار الكهربائي بعدة مناطق في بريطانيا وشمال فرنسا، مرورا ببلجيكا وهولندا وألمانيا. وقد تم إلغاء مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات جراء الرياح العاتية التي قاربت 200 كيلومتر بالساعة.
أضرار مادية جسيمة وانقطاع كبير في التيار الكهربائي خلفت العاصفة يونيس التي ضربت شمال غرب أوروبا. العاصفة بدأت في أيرلندا وضربت جزءا كبيرا من بريطانيا ثم شمال فرنسا مرورا ببلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ قبل أن تصل إلى الدنمارك وألمانيا، وألغيت مئات رحلات الطيران والقطارات والعبارات في شمال غرب أوروبا من جراء الرياح العاتية التي سببتها العاصفة. ودعت مصلحة الأرصاد الجوية البريطانية ملايين البريطانيين للبقاء في منازلهم بعد أن أصدرت مستوى إنذار أحمر هو الأعلى في جنوب غرب إنجلترا وجنوب ويلز وكذلك جنوب شرق البلاد بما في ذلك لندن. وهذه هي المرة الأولى التي توضع فيها العاصمة البريطانية عند هذا المستوى من التأهب منذ بدء تطبيق هذا النظام في عام 2011. وفي حين أن تغير المناخ بسبب الاحتباس الحراري يؤثر بشكل عام على العوامل المناخية الطبيعية ويضاعفها، فهذا غير واضح بالنسبة للرياح والعواصف التي يختلف عددها اختلافا كبيرا من سنة إلى أخرى. ويرى أحدث تقرير صادر عن خبراء المناخ التابعين للأمم المتحدة أن التغير المناخي أدى إلى زيادة عدد العواصف في نصف الكرة الشمالية منذ ثمانينيات القرن الماضي. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 نوفمبر القادم. واستهل مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أهمية الإعلان قريبا عن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تمثل حجر زاوية في إطار استعداد مصر لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف. في هذا السياق لفت مدبولي إلى أنه يتابع وبشكل مباشر ومستمر الاستعدادات الجارية لتأهيل وتطوير مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة استعدادا لاستضافة هذا المؤتمر المهم. وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 تمهيدا لإطلاقها وتحديد المشروعات والمبادرات وصياغة الرسائل السياسية والفنية ذات الصلة بالمؤتمر. اجتمعت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع بعثة البنك الدولي برئاسة المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك آيات سليمان لمناقشة التعاون الثنائي في ملف تغير المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ القادم COP27. أكدت وزيرة البيئة أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ سيتضمن موضوعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والتمويل المناخي مع التركيز على موضوع التكيف. انطلق المؤتمر الدولي 11 للتنمية والبيئة في الوطن العربي بجامعة أسيوط في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ أواخر العام الحالي. وأشارت رئيسة المؤتمر مها غانم أن المؤتمر يمتد في الفترة من 20 وحتى 22 من فبراير الجاري، ويناقش تداعيات كورونا على القضايا البيئية والملوثات البيئية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى محاور مختصة بالبيئة وعلاقتها بالقانون والفنون والإعلام. في الحقيقة المؤتمر يعتبر مهم جدا لأن بنتعرض لأهم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالدراسات التي تمت في كل المجالات، سواء مجالات طبية أو أي مجال علمي بصفة عامة، والأثار الاقتصادية والأثار على البيئة الناجمة عن جائحة كورونا وكيفية مواجهة هذه الجائحة. ومؤكد أن هذه الدراسات وهذه الأبحاث ستفيد المجتمع بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للتعامل مع أي أزمة أخرى يمكن أن تحدث. إن شاء الله الدولة المصرية بالطاقات البشرية اللي موجودة فيها على أتم الاستعداد لمواجهة أي جائحة ولمواجهة أي ظروف يمكن أن تؤثر بالسلب على المجتمع، بحيث أن احنا نحول هذه الظاهرة إلى ظاهرة إيجابية يستفيد منها المجتمع. من الأبحاث المقدمة من أساتذة الجامعات اللي كلها تحت شعار تحسين جودة الحياة والبيئة
والابحاث اللي هي كلها بتساعد ان احنا نتغلب، او يعني ما بنقدرش نقول نتغلب قوي، لكن لان احنا بنحاول نوجد حلول كجزء من الحلول العالميه اللي موجوده اللي بتحاول يعني تتغلب على المعوقات والمشكلات الكثيره ليس بس في مصر ولكن في الوطن العربي والمحيط الأفريقي والعالمي إن شاء الله. مؤتمر بيقوم عليه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور من المجلس الأعلى في ذات التخصص، علشان يكون يعني التحاور والنفع ويعني قائم بين كل الجامعات المصرية. بيشارك فيه أكثر من 9 دول عربية محاضرون، وطبعا يعني زي ما احنا بنقول متحدثون، هيكون في كل ما يتعلق بجائحة كورونا وما مرينا به والدروس المستفادة، ويعني كيف كمان نتوقع ما هو قادم ونحترز له. أكدت وزارة الموارد المائية والري أن الدولة تعمل على تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية، وذلك من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقي وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع في تنفيذ مشروعات إعادة استخدام وتحلية المياه. خلال اجتماع لمناقشة فرص التعاون مع وفد البنك الدولي، أكدت الوزارة أن التحول لنظم الري الحديث يأتي بالتزامن مع التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات. وقعت سفارة اليابانية بالقاهرة ومنظمة اليونيسيف اتفاقية منحة ومذكرة تفاهم بقيمة 3.5 مليون دولار، وذلك لتنفيذ مشروع توسيع نطاق التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر. يأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق ما بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف لدعم خطة الدولة للاستجابة لجائحة كورونا. هذا ويهدف هذا المشروع من خلال زيادة عدد مراكز التطعيم إلى ضمان التطعيم الفعال من خلال عدد من الأنشطة المقترحة التي تعزز تسريع وتيرة عملية التطعيم ضد مرض كورونا. انتظم سير العملية الدراسية بمدارس الجمهورية مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021-2022. كان الفصل الدراسي قد انطلق بالأمس بعدد من المدارس، وتم اليوم استكمال استئناف الدراسة في باقي مدارس الجمهورية. وشهدت بداية الفصل الثاني ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسي، وعدم التخلي عن الكمامة والضوابط الصحية. شهدت حالة الطقس تحسنا ملحوظا بكافة أنحاء الجمهورية بعدما تعرضت البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أمس. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد اليوم طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والمحافظات، فيما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. طبعا بنشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية بعد ما شهدنا أمس وأول أمس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واللي كانت ذروتها بالأمس بالفعل وسقطت الأمطار اللي كانت متفاوتة الشدة ورعدية على كافة مناطق الجمهورية. أيضا كان بالأمس في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط الرياح اللي كان مثير للرمال والأتربة. بداية من اليوم من ساعات الصباح بدأنا نلحظ استقرار تام في الأحوال الجوية، وده نتيجة تأثرنا طبعا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا وعلى سطح الأرض، هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس. يمكن من خلال صور أقمار صناعية بتوضح خلو جمهورية مصر العربية من أي صور من أي سحب مؤثرة بأمطار أو حتى سحب، فده بيؤدي طبعا لزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، مع ارتفاع كمان في درجات الحرارة عن الأمس بحوالي 4 درجات. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا ريام الديب، شكرا رجاء رمزي، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. استعرض
أعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريراً من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت حول المؤشرات العالمية لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير الماضي، وأشار التقرير إلى أن المؤشر أوكلا كشف عن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت لتحتل المركز الأول أفريقياً، بعد أن كانت مصر في المرتبة رقم 40 من 43 دولة. كما تطرق التقرير إلى جهود الوزارة في السنوات الأخيرة لتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع الشبكة الدولية والشبكة الرئيسة اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية، وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية. قالت وزيرة التجارة والصناعة نفين جامع إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في كافة القطاعات، كما تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصادين المصري والأردني على حد سواء. جاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث استعرضت الوزيرة ونظيرها الأردني سبل تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية. ومن جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الأردني أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة في إطار التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق لمشروعات تعاون ملموسة تخدم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب مع وفد جمعية رجال الأعمال الأردنيين. خلال اللقاء أشار عبد الوهاب إلى جهود هيئة الاستثمار والحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مستعرضا أهم الفرص الاستثمارية محل الاهتمام المشترك من خلال خريطة مصر الاستثمارية. انطلقت فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات لمناقشة التطورات الكبيرة في المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر. يأتي المؤتمر في ضوء اهتمام دول العالم بسياسات النقل البحري والشحن وتأثير ذلك على المنطقة العربية والأفريقية، حيث يمثل النقل البحري 90% من حجم التجارة العالمية. يعني احنا دايما هنوصف دايما بالتعاون، وان احنا نلتقي على فترات ولا تاكل سنويا حتى عشان نشوف المشاكل، لان التقابل المستمر والمباشر بيحل مشاكل كتير جدا، وده اللي احنا بنعمله فعلا في قناه السويس. احنا بنلتقي مع العملاء وبنلتقي مع اصحاب الاونرز بتوع السفن، وبنشوف ايه مشاكلهم ونحاول نحلها، وبنجذب بكده سفن جديده انها تعبر في قناه السويس. وضع البلد بما تتميز به من مقومات سواء في مواني في مراين، كيفية الترويج إلى مصر وزيارة مصر بملف جديد بنسميه Visit Egypt by Sea، هو أنه السائح يوصل إلى موانينا ويقدر منها نربط السياحة البحرية بالسياحة الثقافية، ولازم نوجد حلول لخلق فرص عمل لشباب أمتنا العربية في ظل التحديات الكبيرة، في ظل التحول الرقمي، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، في ظل الذكاء الاصطناعي، السفن ذاتية الإبحار، البيئة آمنة ونظيفة في الإبحار. فكل دي موضوعات إن شاء الله نناقشها في خلال هذا المؤتمر، نخرج بالتوصيات اللي بتصب في مصلحة الملاحة في هذا البحر الهام البحر الأحمر. وجود قناة السويس طبعا شيء مهم جدا، لأن قناة السويس هي الشريان الحيوي الهام اللي بيربط فعلا كل الشرق بالغرب وبأمريكا، فعشان كده وجود هيئة قناة السويس ده شيء في منتهى الأهمية. فإحنا في المؤتمر ده بنشوف مع بعض رؤى مختلفة، بحيث ان احنا في الاخر خالص يعني نطلع بشكل تشاركي مع المواني الاخرى المطلة على البحر الاحمر في تكامل، اللي هو يوصلنا في حجم تبادل تجاري اكبر من اللي موجود دلوقتي، وفي نفس الوقت مع التطور الهائل اللي بيحصل في المواني المصرية. ترأس وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملك اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية لاستعراض موقف تقدم الأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجاري تنفيذها. وخلال الاجتماع أكد وزير البترول على أهمية تلك المشروعات لما تحققه من قيمة مضافة ودعم للاقتصاد الوطني، ووجه بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ مراحل المشروعات الجديدة وفقا لأعلى معايير الجودة.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تلاعب بعض محطات الوقود في عددات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين. وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على التزام محطات الوقود بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار الوقود المقررة دون التلاعب بكميات صرفه للمواطنين، مشيرا إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة محطات الوقود بمختلف المحافظات. أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط بيعية للمتعاملين العرب والأجانب. سجل رأس المال السوقي مستوى 716 مليارا و500 مليون جنيه، وذلك وسط تداولات بلغت نحو 5 مليارات جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11371 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة. تراجع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2941 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و65 قرشا للشراء و15 جنيه و78 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و71 قرشا للشراء و17 جنيه و87 قرشا للبيع. بالنسبة للسعر الاسترليني وصل سعره إلى 21 جنيه و26 قرشا للشراء و21 جنيه و45 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي نحو 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. بالنسبه للسعر الريال السعودي وصل سعره الى 4 جنيهات و17 قرشا للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. تبان أسواق الخليج، حيث انخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 12463 نقطة. قفز مؤشر البحرين العام بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1929 نقطة. وفي بورصة عمان انخفض المؤشر العام بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2146 نقطة. أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن بلاده تدعم كافة الجهود الدولية الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم. ونوه فيصل بن فرحان إلى أن السعودية لديها سياسة تاريخية تتكز على ضمان استقرار أسعار الطاقة، وأنها مستمرة بالعمل مع الشركاء في أوبك بلس لدعم كل الجهود الهادفة لاستقرار النفط. السعودية ملتزمة بضمان استقرار السوق. بتلك الكلمات أكد وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان موقف بلاده تجاه ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي. وخلال مؤتمر ميونخ للأمن، أشار بن فرحان إلى أن المملكة ملتزمة بالعمل مع شركائها في أوبك بلس لضمان استقرار سوق الطاقة، مضيفا أن ذلك يتطلب مشاركة جميع الأعضاء. وتأتي تلك التصريحات المطمئنة لسوق النفط في وقت شهدت الأسعار الأسبوع الماضي تفاوتا كبيرا، حيث أنهى الخام الأمريكي مكاسب استمرت 8 أسابيع، إذ طغى احتمال المعروض من النفط في الفترة القادمة على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. ووصل الخامان القياسيان مزيج برنت والخام الأمريكي إلى أعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 في وسط الأسبوع الماضي، وسجل خام برنت ارتفاعا طفيفا بنسبة 9% للأسبوع التاسع على التوالي من المكاسب، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% على مدار أسبوع. وأدت المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات نتيجة الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى الحد من الخسائر هذا الأسبوع. أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج السعودية من النفط الخام زاد بنحو 110 ألاف برميل يومياً على أساس شهري في ديسمبر ليتجاوز 10 ملايين برميل يومياً. ووفقاً لأرقام الصادرات الشهرية التي قدمتها المملكة ودول الأخرى المصدرة للنفط، فقد ارتفع إنتاج الخام السعودي في ديسمبر بواقع 1,004,000 برميل يومياً عن مستوياته قبل عام أثناء ذروة جائحة فيروس كورونا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لرجائي ورهام لاستكمال ما تبقى من السلسلة. شكرا فاطمة.
مشاهدينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رؤساء البرلمانات العربية يؤكدون خلال لقائهم الرئيس السيسي تقديرهم لمواقف مصر قلب الأمة النابض التي تصون الأمن القومي العربي. الرئيس السيسي يستقبل رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات ويؤكد توجه الدولة الثابت بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا. ختام فعاليات التدريب البحري الدولي بنطاق الأسطول الجنوبي باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري. نعم، في تمام التاسعة مشاهدينا جولة إخبارية جديدة. إلى الملتقى.